مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم بتشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم ان شاء الله راح احكي فيه عن اضرار الطحين الابيض وشو هو البديل اللي تم تسليط الضوء عليه واللي هو الشوفان. كمان حنحضر مع بعض وجبتين اخفاف بينفعوا كوجبة فطور او وجبة خفيفة خلال اليوم، بتقدري من خلالها تحصلي على جميع العناصر الغذائية بطريقة صحية ومفيدة. تابعوا معي حتى نستفيد مع بعض عشان نعرف المعلومة صح ونعرف ليش الطحين عنصر غذائي مش صحي 100%. خليني اول احكي لكم تركيبة حبة القمح من شو بتتكون. بشكل مبسط بتتكون اساسا من ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة الاولى وهي طبقة الانخالة غنية جدا بالفيتامينات والمعادن والالياف، وكمان غنية بفيتامين بي المركب. الطبقة الثانية وهي طبقة الاندوسبيرم، وهي طبقة غنية بالنشا والبروتين اللي هو بروتين القمح الجلوتين. والطبقة الثالثة هي عبارة عن جنين القمح، وهو أيضا مكان مركز فيه أوميجا 3 وفيتامين إي. طيب ليش مدام القمح فيه كل هاي العناصر الغذائية يعتبر مش صحي؟ علشان أفهمكم أكثر، خلال عملية التصنيع يتم التخلص من الطبقة الأولى اللي هي طبقة الإنخالة وطبقة الجنين اللي هي داخل حبة القمح، ويتم التركيز فقط على الطبقة الوسطى اللي هي مليانة بالنشا ومليانة ببروتين القمح. علشان هيك لما نحصل على منتج من الطحين الأبيض اللي هو فقط بس يحتوي على النشا وعلى البروتين، طبيعي انه النشا، مادة النشا هذه لما بتفوت جسمنا بكمية كبيرة زي هيك ومركزة، بترفع سكر الدم بطريقة سريعة جدا وبتخفضه تاني خلال فترة قصيرة بنفس السرعة. هذا الارتفاع السريع والانخفاض في نفس الوقت راح يأثر على مستويات سكر الدم وعلى إفراز هرمون الأنسولين اللي بدوره بيقوم بتخزين الخلايا الدهنية، وبيساعد أيضا على رفع كوليسترول الدم الضار. كمان معلومة كتير مهمة للناس اللي بتعاني من تقلب المزاج السريع، الارتفاع السريع لسكر الدم ونزوله في وقت قصير بيأثر أيضا على المزاج وحالة الاكتئاب في الجسم، حيث انه بنقلك من حالة السعادة الكبيرة الى حالة التعب والارهاق الشديد والحزن. علشان هيك منتجات القمح الكامل والشوفان من المنتجات اللي كتير صحية. ليش؟ لانها ما بيتم الاستغناء فيها عن الطبقات الضرورية اللي متوازنة بالعناصر الغذائية لكل حبة، وكمان ما بترفع سكر الدم بسرعة، بل بترفع سكر الدم بالتدريج وبوقت اطول. ولما يرتفع سكر الدم بالتدريج وبوقت أطول، إحنا بنحصل على حالة من الشبع لمدة أطول. كمان بنحصل على جميع العناصر الغذائية المهمة اللي إحنا مش موجودة عنا في عنصر الطحين أو في مادة الطحين البيضة. في وصفتين اليوم أنا حستخدم فيها الشوفان اللي له كتير فوائد، أنا حختصر لكم أهم النقاط منها. أول حاجة إنه ما بيرفع سكر الدم بسرعة، وبالتالي مش حينخفض بالدم بسرعة. ثاني اشي انه بيخفض ضغط الدم المرتفع، بيخفض الكوليسترول بالجسم بشكل عام وخاصة الكوليسترول الضار. كمان انه بيظبط مستويات سكر الدم في الجسم من خلال انه بيعزز استجابة الخلايا لهرمون الانسولين، يعني ادخال سليم لجزيئات السكر في قلب كل خلية، اللي بهيك احنا فيه راح نقدر نحمي نفسنا من امراض السكر ومضاعفاتها بعد هيك. علشان احنا ما نطول في الحكي اكتر، خلونا نقوم مع بعض نحضر وصفتنا لليوم، وان شاء الله يعجبوكم وتستفيدوا منهم. علشان نحضر وجبة فطور صحية من الشوفان، حنستخدم نص كوب من الشوفان الخشن، كوب من الحليب قليل الدسم، معلقة صغيرة من العسل، عندك بدائل يا شرائح موز او فراولة، او ممكن تختار شوية من هنا ومن هنا. كمان عندك بدائل اللي هي المكسرات، ممكن تستخدم شوية من اللوز او الفول السوداني، ورشة من السمسم الابيض وحبة البركة. من الفواكه المجففة اذا حدا بحب يضيف، ممكن تستخدم شوية من الزبيب الابيض او الاسود، او حبة من التمر او حبة من المشمش المجفف. يعني انا بقول حبة حبة، وما ننسى دايما انه احنا ما نتخطى سعرتنا الحرارية في اعداد اي وجبة.
خلونا نعمل الطبق مع بعض ونشوف كيف بيكون شكله. راح نجيب هنا اللي هو نص كوب من الشوفان ونحطه هيك. طبعا حنستخدم هنا الحليب المغلي، يعني حيكون سخن، يعني مش دافئ، يكون سخن علشان هذا الشوفان ينفش يصير زي الكورن فليكس. أضيف كوب الحليب، حقلب شوية وحنتظر لغاية شوية هيك حوالي 5 دقايق. طبعا بعد ما تركنا شوية الحليب يتشرب مع الشوفان، شوفوا كيف صار قوامه، عشان أوضح لكم أكثر، صار عامل شوية زي الكورن فليكس هيك. طبعا هلقيت هذا حنضيف عليه معلقة العسل، حنضيف معلقة من العسل، حنحط شوية من شرايح الفراولة عليه، حنحط شريحتين من الموز شرائح، أنا حستخدم شوية من حنحط شوية رشة من خلينا نشوفها سوا. الثانية البسيطة رح تكون عبارة عن سموذي بالشوفان، اللي هو عبارة عن شرائح من الفراولة ونص موزة، وحنستخدم هنا معانا الشوفان، معلقة واحدة من الشوفان مدوبة بكوب من الحليب الدافئ علشان نقدر نخلطه مع بعض، وبس معلقة من العسل. هذه وجبة تعتبر وجبة صحية، ممكن تاخديها كفطور أو كوجبة خفيفة قبل العصر، مشبعة كتير وغنية كتير بالعناصر الغذائية المفيدة. خلينا نحضرها مع بعض. حنضيف هنا الحليب مع الشوفان، حنضيف معلقة من العسل، معلقة صغيرة طبعا، هلقيتها بالخلاط، إذا عندك خلاط أو بالميكسر اللي زي هذا، بنضلنا نخلط لغاية ما نحصل على قوام هيك عامل زي الغليظ شوي او المتماسك. بعد ما خلصنا هلقيتها رح نشوف كيف القوام تبعه، كيف صار ناعم. صار عندنا وجبتين صحيين بينفعوا كوجبة خفيفة أو فطور، اللي هو شوفان بالحليب والمكسرات، أو سموذي الشوفان اللي بينفع برضو كمشروب في الصباح أو قبل التمارين الرياضية، وكمان ممكن وجبة خفيفة خلال اليوم. يا رب تعجبكم هاي الوصفات وتجربوها عن جد، والله لذيذة كتير. خلص الفيديو لليوم، يا رب تعجبكم الوصفات اللي انا قدمتها وتجربوها عن جد صحية ومفيدة. ما تنسوا تتابعوني على قناتي رميتا اند ميمي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. مع السلامة.